له سؤال آخر يقول فضيلة الشيخ: عندي أرض هي في ملكي، اتفقت أنا وخمسة من زملائي على أن نقوم بدفع مبلغ من المال لجعل هذه الأرض استراحة، نقوم بتأجيرها، واشترطت عليهم أنه بعد 10 سنوات يبيع كل واحد من هؤلاء الخمسة نصيبه علي، هل هذا أيضا جائز؟ أولا الاستراحة يا أخي وتأجير الاستراحات فيه نظر لما يحصل فيها من المفاسد ومن الشرور التي لا تخفى، فترك هذا العمل وطلب الرزق في غيره أحسن. وأما أنك تشترط عليهم أنهم بعد من أراد أن يبيع فإنه لا بد أن يبيع عليك، فهذا شرط غير صحيح، لأنها أصبحت ملكا لهم يتصرفون فيها كيف شاءوا. نعم.